عليكم، كيف حالكم اليوم؟ معكم المعلمة هنا. سنتابع اليوم الوحدة الثامنة، أرض الحكايات، النص الرديف أو النص المعلوماتي، الخبز حول العالم، من في كتاب النشاط، الصفحة 17. كلمات يجب أن تعرفها. كلمات شائعة، أي كلمات منتشرة ومشهورة. هو، قد، حيث، بعض، أنه، حتى، هذا، لكن، الذي، التي، غالبا، عادة. هو ضمير منفصل مثل أنا، أنت، نحن، هو، هي، هم. قد مفردة تأتي قبل الكلمة، قبل الفعل. قد ذهبت، قد أذهب، تعطي احتمالا. حيث تفيد في معرفة الزمان أو المكان. حيث البيت مثلا. بعض وهي تفيد شيء صغير من شيء كبير. بعض الخبز. أنه حرف ناسخ. أن حرف ناسخ والهاء ضمير متصل اتصلت به. هذا هو اسم إشارة. سوف أرسل لكم باوربوينت لشرح أسماء الإشارة لنستفيد منها فيما بعد، وخاصة في هذه الجمل وهذه التراكيب. الذي والتي هي أسماء موصولة، أي تصل بين جملتين. السؤال الأول، اقرأ الجملة واختر الكلمة المناسبة لتملأ الفراغ. ألف، استمتعت بالقصة. فراغ، قرأتها بالأمس. لدينا التي مع لكي. التي هي اسم موصول تصل بين جملتين. الجملة الثانية لها علاقة بالجملة الأولى. سوف نتدرب فيما بعد، وأرسل لكم أيضا تدريب وفيديو أو بوربوينت للأسماء الموصولة. مع هي متلازمة، شيئان متلازمان. لكي هي تبرير لسبب ما، هي حرف ناصب. استمتعت بالقصة، لكي قرأتها بالأمس؟ لا، استمتعت بالقصة. مع قرأتها بالأمس؟ أيضا لا. الجملة غير مفهومة وغير متكاملة. استمتعت بالقصة التي قرأتها بالأمس. إذن التي كانت هي أداة الوصل بين الجملة الأولى، استمتعت بالقصة، قرأتها بالأمس، التي. ب، صديقنا مبدع، وذلك فراغ يثير إعجابنا. إلا، يعني إلا هي استثناء. الذي اسم موصول، كل هو شيء متكامل، كل شيء مثلا. إذا صديقنا مبدع وذلك كل يثير إعجابنا، أو إلا يثير إعجابنا، أو الذي يثير إعجابنا. أكيد هي الذي. أعدت الكتاب فراغ، استعرته إلى المكتبة. التي، الذين، الذي. التي والذين والذي هي أسماء موصولة تصل بين جملتين، ولكن التي هي للمؤنث المفرد، الذين للجمع المذكر، الذي للمفرد المذكر. الكتاب هو مفرد مذكر، إذن الذي. أعدت الكتاب الذي استعرته إلى المكتبة. حافظت على اللوحة. فراغ، علقت على الجدار. أما التي، الذي. اللوحة هي مؤنث، إذن التي اسم موصول وصل بين الجملة هذه وبين الجملة هذه. ابحث عن كلمات ذات معنى داخل كلمة كبيرة، وانظر كم كلمة جديدة تستطيع أن تكون. كما استخرجنا من كلمة علم في الدرس السابق، استخرجنا من كلمة علم
عالم، معلوم، يعلم، إلى آخره، عليم. وأيضا استخرجنا من خبز، خباز، مخبوز، إلى آخره. الآن من كلمة كبيرة سنستخرج، هناك كلمة كرة، استخدمنا الكاف الراء التاء. أنتم تستطيعون استخراج عدد أيضا أكبر، لكن فقط من هذه الأحرف، لا زيادة في هذه الأحرف. نستطيع أن نقول مثلا مثال بير أو برك، برك، أو كما تشاءون. لدينا 1، 2، 3، 4. السؤال الثالث، احذف الحرف الأول من كلمة دائرة واستبدل به الحروف الآتية، ثم اكتب كلمة جديدة. الكلمات قد تتشابه في بعض الحروف، هنا سنحذف هذا الحرف فقط الدال ونضع الزاي فتصبح زائرة، سائرة، طائرة، ثائرة. فقط باستبدال حرف واحد كان عندنا 4 كلمات، كوننا 4 كلمات. السؤال الرابع، حلل الكلمات الآتية إلى مقاطعها الصوتية ثم اقرأها قراءة سريعة. غذائية، خصوصية، مصنوعة، مطبوخة، كبيرة، رفيعة، شطيرة، عجينة. لنفرض أننا سنحلل شطيرة، ش، شين، مقطع، طاء، ياء، لأن هنا الياء هي مد، راء، ثم التاء، وهكذا. سوف أرسل لكم الحل في يوم آخر بعد أن تكونوا قد كتبتم، أو في آخر اليوم، وترون حلولكم وتقارنون بينها، طبعا بعد أن ترسلوها لي. الآن الصفحة التالية، صفحة 18، بعد قراءتك نص الخبز حول العالم، اختر الإجابة الصحيحة. الفكرة الرئيسة في النص، عندما قرأنا الدرس ذكرنا الفكرة الرئيسة، وكانت المكونات الأساسية لأنواع الخبز، أو للخبز أشكال وأنواع كثيرة ومتنوعة، أو ارتباط الخبز بشعوب العالم وتراثه. أين هي الفكرة الرئيسة؟ سوف تجيبون على هذا السؤال بوضع دائرة هنا. مكونات الخبز الأساسية هي الزبد، اللبن، الماء، الملح، الماء، طحين، ماء، ملح، خميرة، ماء، خميرة، سمن، بيض. طبعا الخبز لا يوجد فيه سمن، وليس من الضروري أن يكون فيه زبد، إذن هي باء. الخبز الذي قد يصل قطر عجينته إلى أكثر من متر هو خبز الصمولي. الصمولي هو الصمون، وهو صغير جدا، شبر. خبز الصاج أو خبز البراثة، تستخرجونه من القصة، هو كان تحديدا في الريف السوري والفلسطيني واللبناني. عرف خبز البراثة أولا في أين عرف؟ في الخليج العربي أو أوروبا أو شبه القارة الهندية. سؤال ثاني، استنتج مهارتين من المهارات التي يجب أن يمتلكها صانع الخبز. من خلال قراءة الدرس سوف نستخرج مهارتين يجب أن يمتلكها صانع الخبز، أي الخباز. ما هما هاتان المهارتان برأيكما؟ ما هما؟ الحرفية، الذكاء مثلا، النشاط، أي شيء تريدون أن تكتبوه استخرجوه من القصة أو استنتجوه. سؤال ثالث، استبدل ما تستطيعه من كلمات الفقرة الآتية بكلمات أخرى بلهجتك العامية تؤدي معناها. اسمع ما استبدلته، اسمع ما استبدلته لزملائك، واسمع منهم أيضا، سوف تكتبون وأنا أسمع لكم. استبدل ما نستطيعه من هذه الفقرة بكلمات أخرى. عندما أستيقظ من نومي نستطيع أن نستبدل أستيقظ، أو عندما أتناول فطوري، أتناول فطوري قد نقولها بلهجة أخرى، وأرتدي ملابسي باللهجة العامية نريد أن نتكلم، وأسرع إلى مدرستي، وعندما أعود
أحرص على أداء واجباتي. أما قبل النوم فأستمع إلى حكايات جدتي الكبيرة، فهي بارعة جدا. هذا النص نستبدل ما نشاء من الألفاظ والكلمات بلهجتك العامية. السؤال واضح ومفهوم. إذا سنحل الصفحة 17 والصفحة 18. أعيد وأكرر، لأي استفسار أنا موجودة دائما وأجيب على الكلاس دوجو. شكرا لكم.